ان نادي ليستر سيتي هو اللي كسب الدوري الانجليزي السنه دي، لكنه مش اكتر نادي اخذ فلوس من الدوري الانجليزي السنه دي، لا احتل المركز الرابع، لانه المؤشرات بتقول ان هو هياخد 93 مليون جنيه استرليني. ليستر سيتي بطل الدوري يبقى المركز الرابع؟ لان اتفاقات النقل بتكون مختلفه بين فريق للتاني. يعني اللي بيحتل المركز الاول هو نادي ارسنال المدفعجيه، اصحاب المركز الثاني في الدوري الانجليزي هيقبضوا 101 مليون جنيه استرليني. علشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي في الدوري الانجليزي بسرعه جدا جدا، معظم العوائد اللي بياخدها كل فرق الدوري الانجليزي تبقى متساويه ما عدا في حقوق النقل، لان مش كل الشبكات بتنقل كل المباريات، ومش كل الانديه بيتزع لها كل المباريات داخل انجلترا. علشان كده ارسنال بيحتل المركز الاول وليستر سيتي المركز الرابع. يا ترى الشبكات هتتعاقد مع مباريات ليستر سيتي السنه الجايه، خصوصا انه مش هيلعب دوري انجليزي بس، لا ده هيلعب في تشامبيونز ليج، دوري ابطال اوروبا، واللي من خلاله هيدخل عوائد كتير جدا للفوكسز للتعالب اصحاب الدوري الاول ليهم في 132 سنه.